بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم
بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأن بسم الله الرحمن الرحيم وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين تلك آيات وصدها ما كانت تعبد من دون الله هدى وبشرى للمؤمنين كانت من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة قيل ندخل الصرح بالآخرة ما رأيته حسبته لجة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون قواريب أولئك الذين لهم سوء ظلمت نفسي والعذاب مع سليمان لله رب العالمين وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فموسى لأريحاني يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله بخبر أو آتيكم بشهاب قالوا اطيرنا بك أو آتيكم بشهاب قال طابس لعلكم تصطلون عند الله بل أنتم فلنتم ما جاءها نودي أن وكان في المدينة تسعة رهط النار ومن في الأرض ولا وسبحان الله رب العالمين قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهلهم لنقولن أنا الله العزيز لنقولن لوليه وألق عصاك مهلك أهله وإن ما رآها تهتز كأنها ومكرنا مكرا ولا يشعر ولم يعقب يا موسى كيف كان عاقبة مكرهم لا يخاف لدي المرساه وقومهم أجمعين إلا من ظلم تلك بيوتهم خاوية بعد ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء وكانوا يتقون من غير سوء ولوطا إذ قال لقومه آيات إلى فرعون الفاحشة وأنهم كانوا قوما فاسقين أنكم لتأتون الرجال شهوة جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر قوم تجهلون
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فما كان جواب قومه فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله إنه وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير فمن عبادي جيناه وأهله وورث سليمان قدرناها من الغابرين وقال يا أيهنا عليهم علمنا مطرنطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل لله وسلام على عباده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ما يشركون حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا كان لكم أن فتبسم ضاحكا أإلههم قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني يعني أن أشكر نعمتك التي من جعلت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أنها ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين حاجزا وتفقد الطير فقال ما لي لا بل أرى الهدهد أم كان من الغائبين أمن لأعذبه المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو لأذبحنكم خلفاء أو ليأتين الأرض بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك ممن سبأ يهدي نبأ في ظلمات البر والبحر ومن إني وجدت امرأة بشرى تملك بين يدي رحمتي كل شيء ولها عرش عظيم تعالى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون والأرض ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون قل لا يعلم لا في السماوات ولا هو رب العرش العظيم قال سنشعرون أيها صدقت أم كنت من الكاذبين بل ادارك علم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم وقال الذين كفروا قال إذا كنا أيها الملأ وآبائي ألقي إلي كتاب لمخرجون إن لقد وعدنا هذا سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا سيروا في الأرض فالملأ أفتوني كيف كان عاقبة المجرمين ما كنت قاطعة ولا أمرا حتى تشهدوا ولا تكون في
ضيق نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ويقولون متى هذا الوعد فانظري فهم صادقين ماذا تقول عسى قالت إن يكون الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ربك وجعل فضل على أعزة الناس ولكن أذلهم لا وكذلك يفعلون وإن ربك ليعلم ما تكنهم بهدية ما يعلم فناظرة وما يرجع سائبة فلم السماء جاء ولسليمان قال أتمدونني بكتاب فما آتاني الله خير هذا القرآن يقص على بني آتاني الله خير إسراء مما إلى بل أختلفتم بهديتكم تفرحنه لهدى ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل يقضي بينها ولنخرجنهم فتوكل على الله أذلتك على الحق الصاغرون قال يا لك لا تسمع أيها الملأ أيهم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين إذا ولوا مدبرين قال عفريت من الجن ألا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي من أمين يؤمن بآياتنا قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن أخرجنا يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده تكلمه قال هذا من فضل ربي ليبلوني بآياتنا أشكر أم أكفر ومن ويوم نحشر من كل أمة ومن كفر فإن ربي غني كذب بآياتنا فهم يوزعون قال نكروا لها عرشها حتى انظر أتهتدي إذا جاءي أم تكون من الذين لا يهتدون بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم قيل أهكذا عرشك قالت كأمنونه ووقع القول عليهم قبلها وقلموا فهم لا ينطقون وصدها ما كانت تعبد من ما جعلنا الليل ليسكنوا فيه وإنها كانت من قوم في ذلك لآيات لقوم قيل لها ادخل الصرح فلم ويوم رأته حسبته لجة في الصور ففزع من في السماوات قال إنه صرح إلا من مغرد شاء قوارير قالت رب إن أتوني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله تحسب جامدة ولقد أرسلنا مر إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم بالحسنة فله خير قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون بالسيئة وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ما كنتم
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن حرمها لوليه ما شهدنا مهلك أهله وأمرت أن أكون من المسلمين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فما يهتدي كيف كان عاقبة مكرهم فقل إنا دمرناهم وقوم من أجمعين فتلك بيوتهم الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها لآية لقوم بغافل عما تعملون وأنجينا الذين آمنوا